برشا كلام من البارح على عبد المومن جابو، علاقته بالنادي الافريقي. عبد المومن جابو في وفاق سيف، عبد المومن جابو ينجم يمشي للترجي. كل الحديث هذا اللي دار البارح في موزاييك مع الصحفي نجم الدين سيدي عثمان، اللي حكى في برشا تفاصيل، ولكن عبد المومن جابو عنده رؤيه اخرى، عنده تفاصيل اخرى اللي تحكي البارح. عبد المومن جابو مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. برشا كلام عبد المومن البارح عليك في تونس. اولا رجعت ترينا، نقول لاباس الحمد لله، معناها الحمد لله لاباس. توا نلعب بالكره شويه، مازلت مانيش 100%، مي الحمد لله فما تحسن. تعليقك على اللي قاله الجورناليست نتاع الهداف؟ قلت لك كنت نسمع البارح، سمعت يعني الحديث اللي كان جرى مع صحفي الهداف نجمو، اللي تفاجأت يعني من كلام كان قاله البارح. حتى انا كنت كلمته يعني بعد ما علق من عندكم، وحبيت نستفسر يعني وش كان يقول. قال لي راني غلط، باسكو كان قال كلام ما فماش منه. صرت حكايه منتصر الوحيشي اللي قال هو منتصر حب يهزني للترجي. منتصر عمره ما كلمني على الترجي، منتصر الكونترير، منتصر انا نعزه برشا ونحبه برشا وما عندي حتى مشكله معاه. ثم الناس حبت تعمل بيني وبينه باش يضروا الافريقي، من الناس هذو نقول لهم ربي يهديهم، باسكو منتصر انا ما عندي حتى مشكله معاه. وبالنسبه للرجوع تاعي لنادي وفاق سطيف، مازال ما فما شيء. سيفري انا عندي كونترا في النادي الافريقي حتى 2017، والناس كامل تعرف بلي انا مشيت، كان يعني باش نوضح الامور. سوتو النهار اللي مشيت فيه للجزائر، انا مشيت للجزائر في 22 نوفمبر، باسكو الجواز السفر تاعي كان قالوا يومين، ما كان 24 نوفمبر كان باش يموت. مشيت باش نعاود باسبوري، كي مشيت للجزائر لقيت بلي فما اشكاليه، باسكو انا مقيم في تونس، كان لازم عليا نعاود باسبوري في تونس. كي لحقت للجزائر قالوا لي لازم لك ورقه من وزاره الخارجيه، سي بور سا اللي كان يعني طول عليا شويه، ما رجعوليش حتى ما ملتوى. كما راني نحكي معكم باسبوري ما عنديش، مازلت ما جبتوش. في الفتره هذه اللي روحت فيها للجزائر، انا صار لي يعني كان عندي مشكل، يعني مشكل عائلي اللي كلمت عليه يعني السيد سليم الرياحي، وقلت له باللي راه عندي مشكل في الجزائر وباللي راني ما نجمش نزيد نرجع لتونس. قلت له الى تنجم نتفاهموا تعطيني ورقين باش نرجع للصيف. يعني قرارك انك باش تغادر النادي الافريقي نهائي يعني؟ نعم، انا كنت تكلمت مع سي سليم، قلت له انا عندي فلوس مش مكتوش نسالها، انا عندي شيكات تاع سي سليم، قلت له نرجعهم لك ونرجع له كل شيء ونرجع للصين، باسكو عندي يعني مشاكل عائليه اللي ما خلتنيش نزيد نكمل. اي جابوا، فما برشا يقولوا اللي فما المشاكل الماليه هي اللي خلاتك تغادر النادي الافريقي، شنو هي الحكايه بالضبط؟ لا والله ما عندي حتى مشكل في المال، انا علاقتي طيبه مع سي سليم ومع حتى المديرين فما في النادي الافريقي، وما عندي حتى مشكل تاع فلوس. الكونترير عندي دي شاك عندي، وكان ومتفاهمين باللي كي ندخل تونس نهز فلوسي نورمال، ما عندي حتى مشكل فلوس. المشكله الوحيده الناس كامل تعرف بلي ثم يعني حتى لي جوار الجوارات الاخرين مازالوا مش خالصين، ثم كيفي كيما الجوار الاخرين، ثم الناس برك حبت تكبر المشكله هذه وترجعها كبيره وهي ما فما شيء. يعني قلت لك انا مشكله فلوس. دونك رسميا باش تكون على ذمه وفاق ستيف عبد المومن؟ مش رسميا، انا تكلمت مع سيف قال لي اجا لتونس وباش نجي مع رئيس نادي وفاق سطيف ان شاء الله ونتفاهموا على كل شيء ان شاء الله. وقتاش ان شاء الله ذي؟ بعد من نرجع باسبوري ان شاء الله، اليومين هذو ان شاء الله. اون باراليل قاعد تبع في نتائج الفريق؟ بيان سير نتبع فيهم ديما، اليوم كنا نتفرجوا، وبالمناسبه نقول لهم مبروك الفوز تاع اليوم وان شاء الله ديما هكا ان شاء الله. جماهير النادي الافريقي اللي ربما كانت تنتظر منك العوده للعب في الفريق، شنو تقول لها اليوم وانت تستعد للمغادره؟ انا والله
الناس كامل تعرف باللي قبل ما نطحح قبل ما نزيد العامين هذو في النادي الافريقي كنت ليبر، كنت النجم نمشي في اي فريق، والناس كامل تعرف اللي كانوا عندي برشا عروض. مي انا اخترت الفريق اللي قعدت فيه 6 سنين وحبيت الفريق هذا وحبيت جمهور الفريق هذا، وكنت صححت وما حكيت مع حتى نادي واحد اخر، والناس كامل تعرف اللي انا كنت نجم نمشي اي فريق، صح ديما خليت النادي الافريقي هو الخيار تاعي الاول. مي توا نشوف باللي سيبوني قلت لكم كم فماش يعني مشاكل عائليه، انا كنت باش نرجع للنادي الافريقي وباش نقعد. نتمنى لك كل التوفيق.